ضغوطات القمة مرتقبة، ويمكن من حسن الطالع أو من طيب المفارقة أنه زي النهاردة بس في 15 أكتوبر 1976 الأهلي فاز على الزمالك 2-1، كان جونين صفوت عبد الحليم عليه رحمة الله والمجري كابتن مصطفى عبده متعه الله بالصحة والعافية، وسجل للزمالك محمود الخواجة. نفكركم الجمهور كان طيب قوي زمان، هي ده اخره شيلوا الريف حاجات كده، كانت ناس جميله. طيب كمان زي النهارده 15 اكتوبر لكن 2015 الاهلي كمان بيفوز على الزمالك 3-2 في كاس السوبر المصري، كانت المباراه في ملعب هزاع بن زايد في مدينه العين الاماراتيه، سجل للاهلي عبد الله سعيد هدفين من ضربتي جزاء وهدف لمؤمن زكريا، وسجل للزمالك عمر جابر ومحمود كهربا، وكلهم مش موجودين في مباراة السبت لكن نفكركم بيهم. جاب الشمال وراح في اليمين عرضية ومرسي يا راجل وخطيرة وخطيرة، هوبا والهدف، هوبا والهدف، يا سلام عليك يا عمر يا جابر، طويلة مرة تانية في اليمين أطول من لازم، يتدخل ويدي إيه ضرب الجزاء، وهوبا يا عيني عليك يا عيني عليك يا جميل، طويلة مرة تانية وخطيرة المرة دي، وليد سليمان وإيه، وليد سليمان وإيه وإيه، ضرب الجزاء وإنذار وارحم بقلبك، وهوبا يا عيني عليك، يخرب عقلك يا راجل، مؤمن يحطها في الشمال، خطيرة 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 خطيرة، وهوبا والهدف، يا نهار أبيض يا نهار أبيض يا مؤمن يا زكريا، طويلة خطيرة خطيرة خطيرة، والهدف، بقول لحضراتكم لسه بدري، بقول لحضراتكم لسه بدري. من المباريات المثيرة فعلا، يعني تنافس 4-3 بتاعت الكاس، نتمنى تملي يبقى المستويات بين الأهلي والزمالك كده، ويكون التحكيم كده بيدي كل واحد حقه. نتمنى إن شاء الله، ونتمنى تحكيم عادل في مباراة السبت بإذن الله.